السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسادة المبتدئين في تعلم لغة بايثون، هنعرف حلقة اليوم ازاي نبدأ في تعلم لغة البايثون. اولا لازم من ملفين مهمين جدا تعمل لهم تسطيب انستولينج على نظام التشغيل عندك، سواء نظام تشغيل ويندوز او نظام تشغيل ماك او لينكس او اي نظام تشغيل. بتدخل تفتح مستعرض جوجل وتكتب بايثون، وتضغط مفتاح الإدخال وتبحث عن الموقع. أول موقع هيقابلك هنا Welcome to Python، تفتحه ويفتح لك موقع بايثون. تلاقي هنا Downloads وهنا All Releases كل النسخ، وتلاقي هنا Downloads for Windows Python 3.9.4. كليك عليها يبدأ هنا في إنزال الملف بايثون. تسيبه ينزل وتدخل في موقع تاني تبحث عنه. نبحث عن بايثون شارم، تكتب دي كيورد دي ويدخلك هنا في أول موقع بايثون شارم بايثون اي دي بروفيشنال. تفتح الموقع، من أول رابط يظهر لك يفتح موقع بايثون jetbrains.com بايثون شارب. الموقع ده يفتح معاك، تختار هنا داونلود، وهنا تلاقي بايثون شارب فيه نسخة بروفيشنال وفيه نسخة كوميونيتي. تختار النسخة الكوميونيتي لأن النسخة دي فري ترايل. اختار فري اوبن سورس لأن دي تكفي بالغرض إن شاء الله. تضغط داونلود، يبدأ في إنزال بايثون شارم. هنا بدأ في إنزال بايثون شارم. يبقى أنا بنزل ملفين مهمين جدا، ملف بايثون الأساسي اللي بيركب مع نظام التشغيل، وملف بايثون شارم اللي هستخدمه كمحرر أكتب فيه أكواد لغة بايثون. بعد ما يخلص عملية الإنزال بنفتح داونلودز، بنلاقي الملفين دول، ملف بايثون 3.9 وبايثون شارم، مهمين جدا. بسطت بالبايثون شارم، وفي خطوة مهمة جدا في عملية التسطيب، ان انا بضغط دبل كليك على الملف يظهر لي نافذة ان انا اشغل ران، اشغل البايثون شارم. المهم جدا الاقي هنا تحت في شاشة انستول بايثون الاقي اد بايثون 3.9 تو باث، يعني افتح مسار على نظام التشغيل خاص بملفات البايثون، ودي مهمة جدا. بيفتحها في الـ Environment Variables، في متغيرات البيئية الخاصة بنظام التشغيل، سواء نظام تشغيل ويندوز أو ماك أو أي نظام تشغيل. أضغط Add وهنا أختار Install Now. Install Now، ركب البرنامج. هيركب اللايبرز المكتبات ويكتب وينزل كل الفيتشرز، كل الخصائص الخاصة بالبايثون هينزلها على الجهاز، جميع مكتباته، جميع الباكج اللي فيه تنزل النسخة دي. طبعا النسخة دي هسيب لحضرتك رابط أسفل الفيديو أو في أول تعليق أو في شرح الفيديو تحت في أسفل الفيديو، روابط بالموقعين علشان تقدر تدخل عليهم مباشرة وتنزل نسخ أحدث، لان انا بنزل النهارده في عام 2021، ممكن نفاجئ غدا او في المستقبل تنزل نسخ افضل من كده، مور ادفانس تقدر تستخدمها. بعد ما يخلص البايثون وينزل تظهر الشاشه دي سيت اب وسكسفول ناجح، اختار كلوز. بعد كده افتح ملف بايثون تشارم وسطبه واختار انستول. بعد ما تسطبه تلاقي المحرر ظهر له ايقونه هنا بايثون تشارم كوميونيتي اديشن، دبل كليك عليها بتنزل على سطح المكتب، وده المحرر الخاص بلغه بايثون اللي هستخدمه او حضرتك هتستخدمه في كتابه الاكواد وملفات والمشاريع الخاصه بلغه بايثون. لغه بايثون من لغات سهله التعلم، سهله جدا لاي انسان مبتدئ انه يتعلمها، ومش سهل انك تحولها ملف تنفيذي اكزكيوشن او ملف
ابلكيشن يصلح للتشغيل على الاندرويد ونظم التشغيل ان شاء الله. هنا بيفتح لي ماي فيرست بروجكت، اول مشروع لي على اللغه في محرر بايثون، والمنطقه دي اللي بكتب فيها الاكواد الخاصه ب بايثون. وبكده يكون نظام التشغيل عندك ريدي، جاهز جدا ان تشتغل بايثون ان شاء الله. في الحلقات الجايه هقدم اجزاء صغيره وجميله متسلسله من سهل جدا جدا وبشكل متدرج ازاي تكتب اكواد ومشاريع بسيطه في لغه بايثون، وان شاء الله بالنسبه للمبتدئين يقدر يقف على رجليه ويتعلم لغه جميله جدا تصلح في الارتفيشال انتليجنس، في نظام الذكاء الصناعي، وفي نظام الدراسه الجامعيه، في مجال الرياضيات، وفي مجال الهندسه، وفي مجالات ماليه ودراسيه كتير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.